علاقة الحب بينك وبين مهرجان أهدنيات؟ أنا علاقتي مع جمهوري بكل مكان طبعا رائعة، أكثر من رائعة، والمهرجانات حقيقة بهالمكان الجميل. يعني ما أعرف شو أحكي لك، شوف الجو ما أحلى، والمتبادل الجمهور يعني باستمرار، إنه من كل سنة لما نخلص ننزل من المسرح وعدنا تجي. أوكي أوعدكم إنه أجي السنة الجاية. أستاذ كاظم، شو رأيك بالعنصرية يلي عم نشوفها كتير هلأ بالعالم العربي، وشو الحل برأيك؟ إن شاء الله ما في عنصرية، إن شاء الله في الوعي. إحنا كنا شعب واعي، كنا شعب يملك من الإنسانية الرائعة جواه، فما أعتقد العنصرية تنجح معانا. شعوب الشعب العربي شعب ذكي. أنا غنيت مثلا إذا تتذكر بكرة مع كوينسي جونز، دخلت مقطع كتبه الأستاذ كريم، إنه أنا وأصحابي الحلوين أحمد وعيسى وموسى. ما أعتقد إنه في الوطن العربي شخص يلتقي بشخص يحبه وراح يسأله جواك أنت من أي مذهب، أو أنت من أنت أنا أو أنت. وأنا دائما كنت أقول زمان، أقول يا ربي نوصل إلى مستوى إنه حتى لما نختار حكامنا نختارهم على أساس الثقافة والحكمة والوعي والإدراك، إنه ياخذوا الوطن إلى أحلى مستوى. كنت رفيق كل العشاء بقصص حبهم، أيمتى جمهورك راح يفرح فيك؟ هاي موضوع أعتبره أنا كثير خاص يعني، وأنا طالما على المسرح أنا أسعد إنسان بالدنيا، طالما جمهور إنه دي يرضى عن الموسيقى اللي أنا أقدمها، هذه فرحتي العظيمة. أما الأشياء الخاصة إن شاء الله. شو عامل القيصر بفيكم انتو الجنس اللطيف؟ مش قصة انه شو عامل فينا، بكفي اخلاق وبكفي الرؤية اللي عنده، رأي جدا جدا جدا. بحبيب قلبي كاظم، موت فيه موت فيه تموت فيه، الله يخليه بصحته ويضل بهالصوت، ما بيعلى على صوت ابدا ولا حدا. كاظم وبس، ساحر الكل، حبيبنا ده، حبيب المصريين كلهم، ده احنا جايين من القاهرة مخصوص وماشيين بكرة. في بنت كل ما يغني كاظم ما بتفكر تحلم انه عم بيغني لها مثلا. كاظم يا ريت كل الرجال مثل كاظم. ما حدا يوصل هالإحساس الحلو، هالكلمات الحلوة إلا هو.